مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. هل ترى قبلت مساجين مظلومين؟ هل سمعت عن إعدام أبرياء؟ هذا ما سنشاهده. دي قصة حياتي ضامنها في إيدك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في إيدك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. ساعدني أن أتوجه بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيتواصلوا معنا بكل الطرق، ولا سيما بيزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com، أو كمان عن طريق اليوتيوب قناة حياتك في قصة، تقدر تعملها بريسكرايب علشان توصلك كل قصصنا، أو الفيسبوك تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك وتتواصل معنا بكل الطرق. أحباء المشاهدين بيهمنا نسمع منكم، وإنك ترسل لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك علشان تكون واحدة من قصة البرنامج، نكون سعداء جدا. قصتنا النهاردة من القصص العظيمة الحقيقية اللي فيها بعض الشجون، بس قصة حقيقية. قصتنا النهاردة بعنوان إعدام البريء. قصة إعدام البريء مرسلة لنا من الصديق وأيضا المشاهد والزميل المبارك الدكتور باسم اندريه خادم الرب. أرسل لنا هذه القصة علشان تكون واحدة من قصص برنامج حياتك في قصة. قصتنا النهاردة بتكلم على إعدام شاب أمريكي ثبتت براءته لاحقا بعد كده في ولاية تكساس، في جمعية اسمها طلاب القانون الأمريكية. قالت أن السلطات أعدمت خطأ في تكساس سنة 1986 شاب يدعى كارلوس ديلونا، حكم عليه بالإعدام لما كان سنه 27 سنة بعد تحقيق غير مكتمل. رئيس الجمعية اسمه ليبيمان، جيمس ليبيمان، وخمسة من طلابه ظلوا يبحثوا في القضية مع خمسة من الطلاب، وهو يبحثوا في هذه القضية لمدة 5 سنين، واكتشفوا فعلا أن كارلوس ديلونا تم إعدامه بطريقة الخطأ وهو بريء، لم يرتكب الجريمة اللي أعدم بسببها. قال ليبيمان إن ديلونا كان بيشبه القاتل الحقيقي، كان نسخة بالأصل منه، كان بيحمل نفس الاسم أو اسمه قريب منه يعني، وكان قريب من موقع الجريمة، فدفع الثمن الجريمة وارتكب حد غيره وهو أعدم بدلا عنه في ولاية تكساس في عام 1986. الناس اللي عدوا التقرير اللي هو ليبيمان والخمسة، اللي هو التقرير كبير كان 780 صفحة، قالوا أن الأدلة كانت ناقصة لما أعدموا كارلوس ديلونا، وأنه كل الأدلة كانت بتقول أنه مش هو اللي ارتكب الجريمة، بس كانوا بيسلقوا القضية على حد قولهم، وأن فعلا القاتل الحقيقي هو شخص اسمه كارلوس هيرنانديز، وكان بيحمل سكين وهو اللي طعن واندا لوبيث في فبراير سنة 1983، وهي كانت أم في الوقت ده، طعنت في محطة بنزين واتصلت، طبعا كانت في مدينة اسمها كوربوس كريستي في ولاية تكساس، اتصلت بالبوليس والبوليس جه، والشاهد قال انه القاتل اللي شارب، مع ان كارلوس ديلونا ما كانش ليه شارب وشنب يعني. بعد 40 دقيقة من ارتكاب الجريمة تم توقيف كارلوس ديلونا على مقربة من محطة الوقود، تعرف عليه واحد من شهود العيان وقال انه ده لاتيني زي التاني، وكان ديلونا بيرتدي قميص ابيض، لكن القاتل كان وقتها شهود العيان التانيين قالوا انه كان يرتدي قميص رمادي اللون وكان له شنب شارب يعني. المحاكمة اجريت على عجل، واعدم ديلونا بحقنة قاتلة في عام 1986. أكد ليبيمان أن كارلوس هيرنانديز اللي هو القاتل الحقيقي الذي أدين فيه جريمة قتل أخرى توفى في السجن،
وظل يردد في أيامه الأخيرة أنه قتل واندا لوبيث اللي هي القتيلة. وجاء في بيان أرفق بالتقرير: للأسف ما زالت العيوب في النظام التي أدت الحكم على ديلونا وإعدامه بطريق الخطأ، وما زالت تتحكم الآن في إعدام الأبرياء. وقصة بصراحة يعني تخيل الرجل ماشي في أمانة الله، كارلوس ديلونا يمسكوا عليه، يمسكوه ويقول له أنت اللي قتلت الست، وتتعمل له قضية تتفبرك بسرعة، والشهود عيان يقولوا ربما يكون هو، ويعدموه بحقنة قاتلة. ولكن القاتل الحقيقي في السجن ضميره صحي، وقعد يقول أنا اللي قتلت القتيلة اللي اسمها واندا. ويعني قصة فيها الظلم وفيها الضمير، قصة من القصص الرائعة. وبشكر أخويا وزميلي صديق الدكتور باسم مندري اللي أرسل لنا القصة المليئة بالمعاني. سنستكمل قصة إعدام البريء بعد ما نستمع إلى ترنيمة ولا أحلم من الترانيم الرائعة المحبوبة، ولا سيما لما يرنمها لنا أخونا الدكتور مايكل إسحاق وعزف أخويا بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء بتشفع فيا، عمري ضاع واشتريته، قلبي تاه ولقيته وفتحت لعنيا. يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء بتشفع فيا، عمري ضاع واشتريته، قلبي تاه ولقيته وفتحت لعنيا. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. والكرامة والبهاء ليك علامة، سلطانك بيحررني، ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال، نعمتك بتغيرني، ليك المجد والكرامة والبهاء ليك علامة، سلطانك بيحررني، ليك القوة والجلال بشر أبرع جمال، نعمتك بتغيرني. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي، كانت ترنيمة مناسبة جدا في قصة إعدام البريء. إزاي مات كارلوس لأجل كارلوس، كارلوس ديلونا اللي أعدم ظلما وما كانش هو القاتل الحقيقي، أعدم ظلما بدال كارلوس هرنانديز. قصة مؤثرة جدا أرسلها لينا دكتور خادم الرب وصديق والزميل الدكتور باسم أندريه. وتم جريمة قتل أم، طعنت بسكين، شهود العيان قالوا واحد من لاتين أمريكا، مسكوا كارلوس ديلونا بعد 40 دقيقة من الجريمة،
رغم ان شهود العيان قالوا ان القاتل اللي شافوه بشنب ولابس قميص رمادي، هو ده كان لابس قميص ابيض ومش بشنب، عملوا له فبركوا له قضيه سريعه، وفي 3 سنين تم اعدامه للاسف. ولكن مع البحث اللي اجراه جمعيه طلاب القانون الامريكيه جيمس ليبمان ومعاه 5 اثبتوا ان القاتل الحقيقي كان هو اسمه كارلوس كارلوس هرنانديز، وهو نفسه كارلوس لما اتسجن في قضية قتل أخرى قبل نهاية حياته كان بينادي ويقول أنا اللي قتلتها، أنا اللي قتلت ويندا لوبيث. القصة دي فيها معاني كتيرة، عايز أتكلم بس أختار 3 معاني مهمة جدا. المعنى الأولى عن الظلم وقسوة المرار. يا سلام، من أصعب حاجة في الدنيا دي الظلم. ربنا ما يوريك، وأكيد شفت الظلم بطريقة أو بأخرى، الظلم وقسوة المرار. وعايز أتكلم كلمة عن البار، مات لأجل الفجار، مات لأجل الأشرار. ثم كلمة عن عذاب الضمير والانهيار لما كارلوس القاتل الحقيقي هرنانديز صحي ضميره في السجن، قال أنا اللي قتلت، أنا اللي قتلتها دي كمان. الكتاب المقدس من التكوين 6 لرؤية 22 بيتكلم عن الظلم. هلخص لك كلام الكتاب المقدس عن الظلم في 5 نقط سريعة وهعمل لهم سجع. الكلمة الأولى الظلم يملأ العالم، والكلمة الثانية الله ليس بظالم، والكلمة الثالثة الله فوق المظالم، والكلمة الرابعة المسيح، المسيح بالظلم عالم، ثم الكلمة الخامسة المسيح الظلم والمسيح القادم. الظلم يملأ العالم في تكوين 6 ساعة الطوفان يقول لك امتلأت الأرض ظلما. يعني لما تلاقي ظلم نتيجة لجنسك للونك لدينك، أي ظلم لأخطاء في المحاكمة، أعلم أن العالم ده كله ظلم، حتى الفلوس اللي فيه اسمه مال الظلم، والقاضي اللي فيه زي ما عارفين في لوقا 16 اسمه قاضي الظلم، وكل حاجة ظلم. فالظلم يملأ العالم، يعني لما تلاقي ظلم ما تقولش ياه احنا في أيام أخيرة صعبة الدنيا ظلم، لا الظلم من زمان. لكن الحاجة التانية إن الله ليس بظالم، عبرين 10 بيقول لما تلاقي ظلم اوعى تقول الله. الناس الملحدين قابلتهم كتير، انت مصدق ان في ربنا؟ ها يقول له، يقول لي من احسن لك انك تقول ان ما فيش ربنا. ليه؟ يقول لو في ربنا يبقى ربنا ظالم. يقول له ليه يا عم ربنا ظالم؟ شايف الحروب، شايف الاطفال المشوهين، شايف فيروس سي، شايف اقول الحاجات دي ما صنعهاش الله. الله صنع كل شيء حسن جدا، لكن الشيطان والناس اللي تبعوا الشيطان هو اللي خلى الظلم على الارض. يبقى في ظلم بس مش سببه الله، دايما سببه الشيطان رئيس هذا العالم. بس عايز اقول لك حاجه، خبر ده المعزي، المعزي قوي الاخير، لكن ده معزي. الله فوق المظالم. كلنا حافظين الايه الرائعه في سفر الجامعه، ان رايت ظلم الفقير على الارض فلا ترتاع من الامر، واعلم ان فوق العالي عالي والاعلى فوقهما يلاحظ. يعني لما تلاقي واحد مظلوم من ملك ولا من وزير ولا من رئيس جمهوريه، طب فين يا عم؟ لا ربنا فوقيه، ربنا فوقيه ويقدر. قال الله لي النقمة، احنا لا نطلب النقمة لكن لازم الله بينتقم. لي النقمة انا اجازي يقول الرب. متخافش، صحيح الظلم ليه وقت وبجرعة وبسماح من الله، بس لازم يخرج مثل مزمور 34، يخرج مثل النور حقك وبرك مثل الظهيرة وانت على الارض. الرب يكشف الظلم ويظهر لك حقك، وإن حصل ويعني لا قدر الله أو كانت ربنا سامح لك زي القديس طفانوس تستشهد لأجل المسيح وإنت على الأرض، شاف وشه زي وش ملاك وسمعوه بيصلي. يعني بقول لا قدر الله إنك تتألم يعني، بس الألم لأجل المسيح بركة. يبقى الظلم يملأ العالم، الله ليس بظالم، مش الله الظلم منه، ثم الله فوق المظالم ما تخافش، ثم الحاجة الرابعة المسيح بالظلم عالم. بقول لكل مظلوم ومظلومة،
وأكيد الحلقة دي هتلاقي رواج غير عادي. ليه؟ لأن الكل مظلوم. إذا أنت مظلوم، نصيحة، نصيحة اعملها وجرب. ادخل أوضتك، ادخل مخدعك، واغلق بابك واركع، واركعي. ممكن تكوني مظلومة من جوزك، مظلوم من اخواتك، حتى اخواتك جوه الكنيسة ظالمينك، ممكن بيحصل. وتروح تصلي بإخلاص، تقول له يا رب يسوع أنا مظلوم وفي مرار في حلقي. مرات قليلة أنا عملت كده، يروح رادد عليك في قلبك ويقول لك وأنا كمان. يقول له أنت كمان يا رب، ده أنت ربنا. يقول لك أنا مكتوب عني ظلم، عن المسيح بالنبوة في أشعياء 53، ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة. ثم الحاجة الخامسة والسعيدة جدا، الظلم والمسيح القادم في آخر سفر الرؤيا، يقول لك ها أنا آتي سريعا، من يظلم فليظلم بعد مجيء الرب الثاني هيظبط الدنيا، ولما يبقى ملك حقيقي على الأرض سيسود العدل وكل واحد هياخد حقه. ما تخافش، ما تخافش، قرب تنتهي. وعلى رأي إخواتي اللي في القرية يقول لك نخل هبان، جريد هبان، لما تكون رايح قرية كده وتلاقي النخل بتاعها أو نخل الأبدية بان، والرب يسوع قال أنا جاي والمؤمن أخده معاي. تعمل يا أبويا إزاي لما يسوع يجي؟ الظلم وقسوة المرار. لكن البار مات لأجل الأشرار. كارلوس ده كارلوس وده كارلوس، بس كارلوس دي لونة ما قتلش، وكارلوس هيرنانديز قتل واتقتل واتعدم بالحقنة اللي ما قتلش. صورة باهتة. أكيد كارلوس دي لونة اللي اتعدم أكيد يعني ليه أخطائه في الحياة، بس هو ما قتلش الست. لكن الرب يسوع هو القدوس البار الوحيد الذي جاء إلى أرضنا، لم يعمل خطية وليس فيه خطية ولم يعرف خطية. لكن اسمع هقول لك آية بس بحبها جدا، بطرس الأولى 3:18، لأن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا. اسمع، البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. يعني مات المسيح البار لأجل الفجار، ثم قام أيضا، وبقيامة المسيح تبررنا، أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. الكلمة الأخيرة اللي بختم بها كلامي، كلمت عن الظلم وقسوة المرار، ثم البار مات لأجل الأشرار، وأخيرا عذاب الضمير والانهيار. بدي تحذير، وأتمنى أنه يكون شديد اللهجة، إذا أنت موت ضميرك، ضميرك هيصحى. نفسي كده جيلك لغاية عندك، يعني نفسي، بس ممنوع أدخل تاني، نفسي أجيلك لغاية الكاميرا عندك. أنت موت ضميرك، مكتوب موسومة ضمائرهم. يمكن بتعمل خيانة زوجية، يمكن بتاخد مخدرات، يمكن بتدخل على مواقع شريرة، والضمير مات. خلي بالك من اللي هقوله لك دلوقتي، والكتاب بيعلنه، والحياة عندي قصص كده عنه، وسمعت في برنامج حياتك في قصة. قبل ما تنتهي حياتك أو حياتك على الأرض، لو أنت موت ضميرك، إبليس هيخونك على الأرض قبل ما تترمي في الجحيم. وأغلب اللي انتحروا، انتحروا لأن إبليس راح مصح ضميرهم على الأرض، زلهم زي يهوذا سمعان الإسخريوطي وأمثاله. أفضل طريقة لعذاب الضمير وعلاج الشعور بالذنب أن تأتي للمسيح البار، صدقني دلوقتي، وتقول له يا رب أنا بصراحة أنا اللي قتلت. مش لازم تكون قتلت حرفيا، ممكن تكون عملت خية لإنسان وسببت له المرار من سنين، فرحان، قلت لبسته في الحائط، حطيته، عملتهم في بعض. بعرف ناس كده يبقى مبسوط لما يعمل مشاكل بين راجل ومراته وبين وستات ورجال أو غيره. توب. لا مش هتوب، خلاص ما تتوبش، بس عايز أقول لك ضميرك هيستيقظ على الأرض. أما ضميرك في الجحيم هيظل مولع نار، ومهما تبرده بالجحيم هتبرده إزاي؟ ما هو نار في نار، مش هترتاح ضميرك. يقول لك إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، البقرة الحمراء في العهد القديم،
فكان بالحري دم المسيح يطهر ضمائرنا. ضميرك اللي هايش مش هينام ولا يتطهر إلا لما تعرف إن في واحد دفع أجرة خطاياك وتجيله بتذلل والقلب المنكسر لا تحتقره يا الله، وتقوله بصراحة رب أنا عارف إن ضميري موسوم ومنيم ضميري، بس ضميري هايج على خطايا زمان اللي عملتها، وإنت بتفكر هاني يا رب، وأنا بدوس على ضميري أنا بحترف لك بيها. قلت أعترف للرب بذنبي ولا أكتم خطاياي. من يعترف بخطاياه ويتركها يرحم، من يكتم خطاياه لا ينجح. قل له يا رب أنا باجي وبقول لك أنا اللي عملت الخطيئة، وبقول لك سمعني إن غفرتها لي يا رب. عايز مطهر، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يا سلام اللحظة أو الساعة اللي تسمع فيها المسيح يقول لك اذهب بسلام، مغفورة لي خطاياك، هو أسعد يوم في حياتك. أتركك في رعاية الله وفي ضمير مطهر بعمل المسيح ودماء. إلى حلقة قادمة من برنامج حياتك في قصة سلام أبدي، إلى اللقاء. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. يعني لما تلاقي واحد مظلوم من ملك ولا من وزير ولا من رئيس جمهورية، طب فين يا عم؟ لا، ربنا فوقيه، ربنا فوقيه ويقدر. إن رأيت ظلم الفقير على الأرض فلا ترتاع من الأمر، واعلم أن فوق العالي عالي والأعلى فوقهما يلاحظ، يخرج مثل النور حقك وبرك مثل الظهيرة وانت على الأرض. لما تكون رايح قرية كده وتلاقي النخل بتاعها أو نخل الأبدية بان، والرب يسوع قال أنا جاي والمؤمن أخده معاي. أفضل طريقة لعذاب الضمير وعلاج الشعور بالذنب أن تأتي للمسيح البار. صدقني دلوقتي يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء بتشفع فيا، عمري ضاع واشتريته، قلبي تاه ولقيته وفتحت لعنيا.